انت شفت الارض هي المصور. خلينا وجدي، بص انا اقول لك، في مصور اجنبي صور ام بتحمل عيال في بانيو، نعم، في عماره متدمره ما فيش فيها حيطان، نعم، ما فيش فيها عفش، بس حاطه العيال وبتحميهم في البانيو ده، وبعدين مصور الدمار وواحد قاعد على كرسي بيشرب كوبايه شاي. دي صور نازله في العالم. نعم. ثم راحوا جايبين صور للاسرائيليين وهم ماسكين اسلحه وواقفين وعاملين ولي ولي، واللي قال لك بص صاحب الارض مطمن ازاي؟ جدا طبعا طبعا. وبص المحتل عامل ازاي؟ والعالم كله بيناقش، بيخش داخل من المنطقه دي والمنطقه الانسانيه، وده بقى اللي انا هقول لك عليه. اتفضل. وهي رغم كل الكابه والسواد اللي احنا شايفينه مكاسب الاحداث. بالظبط كده. قول لي بقى. هو ده الكلام المهم بقى. انا من وجهه نظر الشخصيه ان رغم كل الدمار والاباده التي تمت احنا دلوقتي تقريبا 14000 شهيد، 14000 شهيد، يعني رقم خطير جدا، اضافه الى الكم الهائل من المصابين وخلافه والدمار والكلام ده كله. لكن انا شايف رغم ده كله ان فلسطين هي التي حققت النصر. فلسطين هي التي حققت النصر، واسرائيل هي الخاسر، خاسر المعركه فعلا. الحقيقه رغم كل الدمار الشديد ده كله، فلسطين هي حققت النصر، ويرجع الفضل في هذا الأمر إلى الدولة المصرية. ودي مسألة مهمة جدا، لأن مصر بكل قوتها حكومة وشعب تصدوا، يعني وقفة رجل واحد زي ما بنقول، والكل كان على قلب رجل واحد. والمشهد اللي احنا شفناه النهاردة في الاستاد ده بهذه العظمة، ده بيتوج الكلام ده كله. أنا شايف أن الدولة الفلسطينية هي التي حققت النصر والهزيمه النكراء. خلينا نبدا لاسرائيل، ادي اول حاجه، خلينا ناخدها كده بهدوء. أيوة. ليه بقى، ليه فلسطين هي اللي حققت النصر؟ طبعا حد يقول لك ايه ده، وانت ايه انت بتقول كلام معكوس؟ لا مش معكوس ولا حاجه. اولا لان القضيه الفلسطينيه باتت هي بؤره العالم الان دلوقتي، وان حل واقامه الدوله الفلسطينيه بات واجبا الان. إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، فلا مفر من تحقيق هذا المطلب. وده بيتطلب إيه بقى؟ بيتطلب إن من المؤكد إن بعد المرحلة اللي جاية دي إن شاء الله هيبقى في عودة إلى طاولة المفاوضات، وتبدأ تستأنف عملية السلام من جديد، تبدأ بقى وتقول أنا عايز آخد الحقوق الشرعية والمشروعة ليا كشعب وإقامة الدولة الفلسطينية. فأنا من وجهة نظر الشخصية كل ده انتصار، كل ده انتصار. النصر الاخر بقى، وده المهم جدا، ان تم كشف خذلان المجتمع الدولي وعلى راس الولايات المتحده الامريكيه. مش خذلان، ده كان حاجه فضيحه. ما فعله المجتمع الدولي والكيل بمكيالين والصمت الدولي امام كل الجرائم دي كلها، فده انا شايف وعجز الامم المتحده، وعجز الامم المتحده، وفشل مجلس الامن في وقف الحرب، وعجز بتوع جنيف بتوع حقوق الانسان. كل هذه الاشكال كلها يعني سقطت سقوطا مروعا. دي الحقيقه، دي اللي حصلت. يبقى ده من وجهه نظري كل ده انتصار.